فيديو جباليا الجديد اللي تحدثنا يعني أو نشر قبل قليل من قبل كتائب القسام، أنه تابع هذا الفيديو. أسمع تعقيبك سيدي. نعم. استنى افتح فمك. لا تزال المقاطع ترد وتتكرر من قبل المقاومة، والملفت في هذه المقاطع أنه رغم انقطاع الاتصالات ورغم انقطاع الانترنت منذ تقريبا أطول مدة حدثت في قطاع غزة منذ 6 أيام، إلا أن المقاطع لا تزال تتوالى. هذا المقطع الذي يظهر فيه استهداف المقاومة لمجموعة من جنود الاحتلال داخل مبنى يشير أيضا إلى ارتفاع خسائر قوات الاحتلال. المقاطع التي ظهرت اليوم ويبدو أنها النزر اليسير الذي ظهر من هذه المقاطع تشير إلى أن خسائر قوات يعني الجندي واضح موقعه والضرب مباشر. نعم، وقلنا يوم أمس قلنا أننا سنشهد ارتفاع في قوات في صفوف جنود المشاة أكثر من الآليات، والسبب في ذلك أن أغلب الفرق المدرعة بقي منها فقط الفرقة المدرعة 162، وبالتالي أغلب الفرق الموجودة في قطاع غزة هي فرقة المظليين 98 مشاة وفرقة 99 مشاة، وبالتالي سنشاهد المزيد من إصابات الجنود. وفي المقطع هذا الذي ظهر مباشرا استهداف هذا المبنى الذي ظهر فيه جندي واحد، لكن كم داخل المبنى؟ أعتقد أنه أكثر من جندي تعرض للإصابة أو القتل من خلال هذا المبنى. يعني هذه عملية متكاملة الأركان تحمل 3 أبعاد رئيسية، وبالتالي تعزز ما كنا نقول به أن المقاومة تقاتل ب3 أبعاد في كل عملية، في كل مقطع تصدر المقاومة تصدر فيه 3 أبعاد: استخبارات وعمليات وتوثيق إعلامي. وهذا مريح عملياتيا للمقاومة. نعم، بعد العملياتي هذا مريح، يشير إلى أن المقاومة لا تزال فاعلة على أرض قطاع غزة. تماما، ولا تزال القيادة والسيطرة فاعلة، لأن هذه المقاطع لا تبث من الميدان، هي ترجع إلى مركز عملياتي أو مركز إعلامي يقوم بمنتجة هذه المقاطع وأسقاط الأمور الفنية عليها، ومن ثم يقوم ببثها. وبالتالي في ظل هذه المقاطع ليس فقط تؤكد على مصداقية المقاومة وتوثق خسائر قوات الاحتلال، أيضا تعزز أن القيادة والسيطرة لا تزال متماسكة. وركز على موضوع القيادة والسيطرة لطرفي الأزمة، لطرفي المعركة، لأن القيادة والسيطرة هي أهم بند من بنود المعركة. إذا انهارت القيادة والسيطرة في أي جزء من أجزاء هذه المنظومة العملياتية على أرض الواقع تعطينا مؤشر على أن أين تتجه العمليات ومن سيخسر في العمليات. وبالتالي لغاية هذه اللحظة القيادة والسيطرة متماسكة لدى المقاومة وتتمتع بقدرة عالية على التعاطي مع العمليات على ميدان ومسرح عمليات غزة.